عارف يضربنا اصلا. قولي لي انت اسمك ايه؟ مارو. عندك كم سنه يا مارو؟ عندي 6. 6 سنين. انت اتولدت في العريش؟ اه. وجيت الاسماعيليه امتى؟ من 3 ايام. ومبسوطه في الاسماعيليه؟ اه. طيب انت تحبي تعيشي في الاسماعيليه ولا في العريش؟ في الاسماعيليه. انت حبيت الاسماعيليه قوي كده؟ اه. انا من العريش. وايه رايك في الاسماعيليه؟ ايه لا حلوه. حلو. العريش احلى ولا الاسماعيليه؟ العريش احلى ولا الاسماعيليه؟ لا الاسماعيليه. طب انت تحب تعيش في العريش ولا في الاسماعيليه؟ لا في الاسماعيليه. طب انت مش عايز تروح العريش؟ طب خلاص يا عم ضيفنا ومنورنا في الاسماعيليه. انا بقى انا. تعالى حبيبي يلا. خد إيساف. انت اسمك ايه؟ انا اسمي إيساف. إيساف. انت عندك كم سنه يا إيساف؟ عندي 10. 10 سنين؟ اه. وجيت الاسماعيليه امتى؟ جيت الاسماعيليه من يوم من 3 ايام كده. وايه رايك في الاسماعيليه؟ جميله. وايه رايك في الاقامه هنا في بيت الشباب؟ لا حلو. طب انت حابب ترجع العريش تاني ولا حابب تكمل في الاسماعيليه؟ لا حابب اكمل في الاسماعيليه. ده بجد والله؟ ايوه بجد. عايز اروح العريش تاني. انا شايف حضرتك بتعملي حاجه مهمه. ايه هي؟ انا بكتب اسماء الطلبه والطالبات والتلاميذ الصغيرين اللي جايين من العجنش عشان خاطر لازم ندخلهم مدارس هنا. يعني طبعا عارف حضرتك الترم ده صغير فلازم هم كمان يلحقوا الترم. انا هجيب اسماء كتير. تمام. فيعني يا ربنا يقدرنا ونعمل حاجه. تمام. حضرتك كتبتي كام اسم؟ 47. 47 اسم الطفل ما بين ابتدائي واعدادي وواحد وثانوي وواحد بس مع حاسب آلي. تمام. دول هيبقى لهم اماكن هنا في الاسماعيليه ان شاء الله. انا عايز اعرف من حضرتك ايه اللي حصل في العريش وجيت الاسماعيليه ازاي. هو اللي حصل في العريش زي ما طبعا سيادتك ممكن تكون عارف ان هم بداوا في الاول بان كان موضوع القتل ده كان احداث فرديه كان ممكن كل سنه سنه ونص مثلا بيروح واحد مثلا مننا او حاجه فما بنقولش حاجه بنقول ماشي عادي ممكن يكون في مشاكل او حاجه انما الشهر ده بالذات راح تقريبا عدينا العشرة في خلال الشهر اللي هو لسه ما خلصش ده. 10 ايه بالظبط؟ عدينا 10 افراد ما بين قتل وحرق وكده وفي بيتقتل وبعد كده بيتحرق بيولعوا فيه. انا في الفتره الاولانيه ما كنتش موجود في العريش كنت في زياره بره ولما رجعت صادفت حد يعني من اللي انا عارفهم حصل في نفس اليوم اللي انا سافرت فيه وده اللي خلاني بصراحه اقرر ان انا اخد اسرتي وغادر حتى لو فتره قصيره لغايه لما الوضع يتغير شويه. قول لي ايه اللي حصل عندكم في العريش خلاك تيجي هنا الاسماعيليه؟ في العريش بقى لها فتره بالعمليات الارهابيه اللي بيقومون بيها عناصر بيت المقدس خلتنا بصراحه سيبنا بيوتنا وحاجتنا من كتر العمليات اللي بيعملوها وما بقاش في امن يعني بصراحه فده اللي خلانا سيبنا العريش ومشينا. تعرف حد من اللي اتقتلوا في العريش؟ لا معرفه سطحيه يعني. اه. طب انت جيت من العريش للاسماعيليه هنا ازاي؟ جيت على طريق المواصلات. ركبت مواصلات وجيت؟ ركبت مواصلات خدت اسرتي وركبت مواصلات وجينا على هنا. تمام. عرفت تجيب عفش بيتك معاك؟ لا 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 طبعا الحاجه دي محتاجه تجهيزات الواحد محتاج تشوف مكان الاول عشان تنقل فيه الحاجه اللي انت هتاخدها من العريش. لا هم بصراحه قايمين بدورهم يعني بصراحه موفر لنا كل حاجه علاج كل حاجه الحمد لله. لا قايمين واجبهم بصراحه. احنا جايين بتكليف من الشغل نعمل تقصي للحالات الموجودة ونشوف ايه الامراض المزمنة اللي عندهم وايه اللي احنا نقدر نوفره لهم من خدمات صحية. وحضرتك لقيت ايه بالظبط؟ لقيت مرضى ضغط ولقيت مرضى قلب ولقيت مرضى حساسية ولقيت مرضى سكر وان شاء الله هنوفر لهم كل المتطلبات الصحية بتاعتهم. يعني هتوفروا الادوية هتوفروا ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه للاطفال؟ الاطفال اي اطفال من الرضع لليوم تطعيمات ان شاء الله في ميعاد تطعيماتهم باذن الله هنيجي ونجيب لهم التطعيمات لحد عندهم او ناخدهم لاقرب واحده صحيه للتطعيم واي طفل مريض بيعاني من اي حاجه هنساعده ان شاء الله ان احنا نعمل له كشف مستمر.
اولا تم كل الاهالي اللي جت هنا تم تسكينها، في جزء هنا في الشباب في نزل الشباب، وفي جزء تاني راح مبنى تبع وزارة تبع مديرية التضامن الاجتماعي اسمه تدريب المتدربين، وفي جزء جبنا لهم شقق في مدينة السلام. كم اسمها ايه السنة؟ المستقبل. تمام. كم شقة تقريبا في مدينة المستقبل؟ قالوا كم يا امان؟ 8 10 شقق في حدود 10 شقق او 8 شقق. تتوقعي إقامة الأسر تستمر هنا في بيت الشباب لمدة قد إيه؟ لا، دي بقى حتى الوزيرة نفسها سئلت هذا السؤال كذا مرة ولم تستطيع الإجابة عليه، لأن مفيش حد فعلا يعرف الإقامة هنا هتبقى. طبعا احنا نتمنى إن هم يرجعوا في أسرع وقت ممكن، لكن يعني محدش عارف طبعا حتة الرجوع دي محدش يعرف. احنا نفسنا مستغربين ان مصر يحصل فيها كده. احنا يعني كنا بنقول الحمد لله ان احنا ما وصلناش للدرجة بتاعة العراق وسوريا والكلام ده، لكن طبعا الوضع مخيف. وما اكدبش عليك ان كل المسيحيين في مصر ابتدوا يقلقوا.